يام يام. مرحبا بكم البنات، وش رايكم وش احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده واموركم كامل تكون تمام يا رب العالمين. ان شاء الله تكونوا مرتاحين ومتهنيين. اليوم جيتكم بوصفه اقتصاديه كالعاده والعوايد مي بنينه الصراحه، البنه هايله. شوفوا هذا الكغاتا واش نحتاجوا فيه البنات، شويه بولي مرحي وشويه بصل يعني مقصوص دوائر، ثاني طماطم دوائر، وشوية فلفل حلو دوائر، ونحتاجو بطاطا دوائر خشينة كما راكم تشوفوا. ونروحوا للتحضير. هنا قليت البطاطا هي الأولى، حطيتها أبار، يعني نقدروا نطيبوهم نوجدوهم كامل ومن بعد نروحوا نفهمكم واش نديروا. هنا بعد ما قليت البطاطا عاود حطيت البصله الفلفل والطماطم، قليتهم بيان بيان وذبلتهم، وكي ذبلوا مليح مليح في هذيك التقليه زدت حطيت عليهم هذاك الدجاج المرحي مع التوابل تاعو، يعني توابل الدجاج حطوا كيما حبيتوا، يعني فلفل اكحل، راس الحانوت، زنجبيل، المهم راكم عارفين كل واحدة تحط التوابل اللي عندها. بعد هنا جيت فرشت هذه الطبقة، يعني بالنسبة لبنات لهذاك الفلفل والبصل والطماطم تقدروا تقليو كل واحدة على حدة وديروهم طبقات فوق بعضهم. أنا هكا عندي ولدي يحب يأكلها كيما هك، وهذاك البولي ولدي ما يحبش يأكل الدجاج ولا الحم، على بها نحب ديما نخلطه في الفاغس تاعي به ما يبانش، يعني به ما يمرقليش كيما راكم تشوفوا. تكرملوه مليح مليح كامل مع بعضهم، تحبوا ديروهم كيما قلت لكم طبقات كل وحده وحدها فوق بعضهم وبيناتهم الفرماج، ولا تحبوا تخلطوهم كامل كيف كيف كيما درت انا هكا، ومن بعد تحطوا عليهم الفرماج. فوالا فرشتها كامل. انا هنا الكميه هذه تاع لافاغس يعني جاتني بزاف، بقالي منها شويه راح نخبيه نزيد نخدم به ان شاء الله غدوه مملحه اخرى، ولا كش ليسونسيال عندي افكار بزاف ان شاء الله راح نشاركها معاكم اكيد. هنا برك نعتذر الاخوات اللي سنوا في الفيديوهات تاع التفصيل والخياطه، صدقوني حبيباتي راكم في البال وراها مسجلين الفيديوهات وراح ننشرهم نحطهم ان شاء الله ورا بعضهم. المهم ديروا فقط ابوني القناه وفعلوا الجرس على الكل، بهكا يلحقوكم الفيديوهات كيما نحطها. فوالا الطبقه تاعي هذه كنت حطيتها، درك جبت الفرماج رابيتو عليها. هنا ديروا الفرماج اللي حب اللي مالفين ديروه، يعني كل واحد انا مازال ما طحتش في نوعيه يعني مليحه مليحه تاع فرماج. يعني كنت قبل سييت واحد لامارك بيتزانو اسمها، مي درك كي حوست عليها ما لقيتهاش. هذاك بيتزانو مليح يعني مليح، مام هذا مليح في لوغو، مي القوام تاعو ماشي كيما حبيت انا. المهم حبيباتي ام بعد جبت هذيك البطاطا اللي بقات نعاود نغطي بها البلا تاعي، وبالك وتبقاو تتفرجوا كم لا فيديو تخرجوا ما تعملوش جام. اتونسيون اللي ما تعملش جام ان شاء الله تبور، ان شاء الله ان شاء الله ما تزوش. المهم اعملوا جام حبيباتي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل، ما ملي مفعلين الجرس حبيباتي ننصحكم يعني عاودوا فعلوه، يعني لغيوا هذاك الزر تاع الجرس ومن بعد عاودوا فعلوه سير بلاس، يعني بهيكا يتفعل ويوليو يدخلوا لكم الاشعارات الجديده، لانه كاين اللي مفعلين الجرس والاشعارات ما تلحقهمش. وتاني حبيباتي التفاعل والتفاعل والتفاعل، عاونوني بالتفاعل حبيباتي واعطوني اقتراحاتكم في التعليقات بهيك نزيد نطور المحتوى و يعني ونحط لكم واش راكم حابين تشوفوا. اسكو تحبوا الفيديوهات تاع التفصيل والخياط اكثر ولا تحبوا الروتينات والطبخ اكثر؟ نتمنى تجاوبوني في التعليقات حبيباتي. هنا بعد ما فرشت الطبقه تاع البطاطا رحت جبت شويه صوص، هذه لاصوص كنت مخبيتها في الكونجيلاتور، انا عندي من قبل كي تفضل لي لاصوص بار اكزومبل تاع كشمارق هكا، بار اكزومبل كيما شخشوخه، لاصوص تاع شخشوخه تاع الكسكسي تاع الروز، فوالا كي يفضلوا لي لي صوص هذوك دي فوا هكا نخبيهم في الكونجيلاتور، ومن بعد كي نحتاج نلقاها واجده يعني ما نوليش نطيب في صوص من دار وجديد. فوالا حطيت لاصوص تاعي دابت، كي دابت صوص يعني ما تكونش سخونه البنات، دافيه ولا بارده بحراره المطبخ. حطيت شويه معدنوس كيما شفتوا وزوز حبات بيض، هنا البيض على حسب شفتوا كيفاه طرف الدنيا كامل، ياي 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 كي تكونوا مزروبين واش يسرى. فوالا قلت لكم البنات البيض يعني على حسب الكميه تاعكم تاع البطاطا وتاع لاصوص تاني.
تحطوا البيض كي تشوفوها اثقالت شويه الصلصه تاعكم حبسوا، يعني ماشي اوبليجي تكثروا بزاف البيض، راه غالي حبيباتي، ياو راه غالي البيض، ما تكثرش البيض غير جيست جيست. نحب نضحك معاكم برك البنات، ليسونسيال راكم عارفين انسان ما يبذرش. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا هزيت هكا شويه باه تدخل لاصوص بيان بيان بين هذوك لي طاج تاعي تاع لافارس والبطاطا. جبت الفرماج تاعي عاود ربيتو من الفوق كيما راكم تشوفوا هنا. اللي تحب البنات تغطيها بال بابي الومنيوم وتحط بابي الومنيوم عليها تغطيها وتحطها طيب. اللي تحب تطيبها عريانه كيف كيف يعني تحطه ديريكت كيما هكا في الفور، انا طيبته كيما راه على بها الفرماج تاعي بس لي شويه من فوق. اللي تحب الفرماج تاعها يبقى طري تغطيها به، يعني الفرماج تاعها من فوق يبقى طري تحطوها يعني مام با مام با واحد ربع ساعه طيب، يعني غير ينشف هذاك لاصوص والعظام سي بون، على خاطر كلش راهو واجد وسي بون، يعني تجيك واحد لقغاتا انا نقولها نسميها بطاطا كوشة وهي يعني في الحقيقة غاتا ماهيش بطاطا كوشة. نتمنى تعجبكم الوصفة البنة، والله البنات ماشي زعما نشكر لكم يعني بنة عالمية، نتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم وتنجحوا فيها وتدعيوا لي وتدعموا القناة بالإيجاب وبالتعليقات واشتراك في القناة وتفعيل جرس هكا باه يلحقكم كل جديد. صحة فطوركم حبيباتي، ولا شفتوا لا فيديو في الليل نقولكم صحة سحوركم وصحة رمضانكم، ونلتقي في فيديو لاحق إن شاء الله. سلام.